بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أتمنى الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير. معكم جمال كالعادة في عقر جديد. أهلا وسهلا بالجميع، صلوا على رسول الله. إخواني الكرام، قول متاع الدنيا قليل. احنا كنتواجدوا نواحي ديال مدينة تفلت، بين تفلت وسيدي علاء البحراوي الكاموني، غادي نقولوا تقريبا واحد 20 كيلومتر 18 كيلومتر من سيدي علاء البحراوي. ارض محفظه مساحتها 6 ديال الهكتارات، شد على طريق قدرون كما كتشوفوا اخواني الكرام. غادي تشوفوا معنا الفيرما او الارض فيها 3 ديال البيار، شد على طريق قدرون كما كتشوفوا. هاد الطريق هذه اللي جايه من سيدي علاء البحراوي من هاد الفيرما، ودير ارض كلها مزارع. غادي تشوفوا اخواني الكرام الارض، وربي يجيب الخير. كما كتلاحظوا اخواني الكرام، الفيرما اللي دايره بالصوريه هذه على الطريق، دايره بالصور. الباب ديالها الرئيسي هو هذا، غادي نشوفوا حاليا دابا. الطريق حتى هي كدي من الكاموني، كتجي من سيدي بوخلخال وكدي للكاموني وكدي لتفلت. كاميرات كما كتشوفوا، والباب الرئيسية هي هذه اخواني الكرام. بسم الله على بركة الله، صلوا سيدي الباب. بسم الله على بركة الله، الباب محدود لاندي كما كتشوفوا اخواني الكرام. فكاين البرش الازرق، وكاينة هاد البلاصة هادي عاوتاني كذلك فيها هاد السكن عادي وهابطة مع البرش الازرق. غادي نشوفوا الأرض، الأرض التربة ديالها إخواني رملية، فيها هاد البويتات هنايا، كل إنسان يستغلو الحارس في هاد البويتة هادي. بسم الله بركة الله، هنا كاين حمام، هنا كاين بيت، إنسان لي بغا يدير يجيب الحارس. طو كاين الما، كاين كوزينة، سكينة ديال الحارس. كما كتشوفوا اخواني الكرام، السور على القدرون، شاد على القدرون، والارض هي هذه. كما كتشوفوا اخواني تبارك الله دايرين فيها الفول، والتربه رمليه فيها 3 ديال البيار، ماشي صوندا تقليديه، يعني الارض يعني عفوا البير تقليدي بلدي، لان كاين الماء موجود تبارك الله. يعني 6 ديال الهكتارات، 6 ديال الهكتارات راه ما سهلاش اخواني الكرام، ولكن طب ديال الارض. شوفوا كيفاش رمل، رمل اخواني الكرام، الفول كيفاش طالع فيها ما شاء الله، وجات مهزوزه على واحد المنظر روعه في الجمال. مسيجة بالكامل، اللي جميل في البادية هو الدجاج البلدي. السلام عليكم، أهلا وسهلا. ديال رفيسة صاحبي، والله إلا ديال رفيسة أنت في هاد البرد، والله في هاد الليالي، ولكن مع الأسف كاينش الوقت. كما كتلاحظوا إخواني، ضاو تا هو حط كاميرات ليه، يعني يمكن لك تراقب الارض ديالك. جارو دير لافوكا كما كتشوفوا تبارك الله، ما شاء الله لافوكا منتجه، وهنا الارض كلها ديري فيها الفل لحا. ارمل الارض يا البطاطا. الماء راه عندنا مشكل في المغرب الاخوان الكرام، خصنا نحافظوا عليه. نقطه كتسوى الثمن، نقطه ديال الماء اخواني الكرام راه كتسوى ثمن. اللي ما عرفش هذه النعمه هذه راه ما عرف والو. الحمد لله على كل حال. كما كتلاحظوا اخواني الكرام، انا دابا غادي مع سميتو عليه الارض. شوف هي الرمله تبارك الله كيفاش الامور ديالها. هذا جارو ديال لافوكا هنايا تبارك الله كيفاش طالعه، لان الماء موجود.
يعني راه ما يمكنش يصور لكم ست القطارات كامله الاخوه الكرام، ولكن اختصار يعني اختصرنا الامور باش ناي. هذا بير حتى هو بلدي هنايا، فيه ثلاثه ديال البيار كلهم بالمواطر ديالهم وكلهم بلديين. هذا بير هنا مغطي، راه بير بلدي، ديروا الموتور ديالو كما كتشوفوا، ها هو تيو ديال الماء. وكاين ثلاثه تاعهم شات كما كتشوفوا الزراح، شات كلها محروطه هابطه طويله، صمته طويله هابطه الى حتى الواد. فما كتشوفوا الواد راه واحد الكليبتوس تمايا، ديك السكن تما تحدد يعني 6 ديال الهكتار دايره بالجيران. هذا حتى هي صمته داير فيها مولاها الاشجار ديال لافوكا شاده على القدرون. نواحي تفل الكاموني قريبه جميع المرافق. كما قلنا اخوه الكرام، شد على السيد جارو اللي عنده لافوكا وشد على السياج وهبطت هكاك حتى الواد. 6 ديال الهكتارات قل 2000 متر قل جد الخدامه، ما يمكنش حنا على الوثائق. الثمن اخواني الكرام ملي كنكتبوا انا راه ما عنديش علاقه بالثمن، الله يكثر خيركم، انا الثمن ماشي شغلي فيه. كيبقى دائما النقاش بين صاحب العقار والمشتري اللي كيشري بيناتهم، الله يسهل عليهم. اللي عليا هو الماء والطريق والوريقات يكونوا مضبوطين 100%. الا كان الشك ديال 99.99% بلاش، ارزاق بيد الله سبحانه عز وجل، ارزاق بيد الله. انسان هو الوثائق ديالو الماء والطريق في هذه الارض موجوده، والارض تبارك الله كما كتلاحظوا اخواني الكرام حتى الواد جاية مسيجة، كلها مسيجة على اليمين وعلى الشمال. وكما كتلاحظوا يبغى يدير لافوكا أو بغا يدير فلاحة البطاطا، هاذي البطاطا هاذي تبارك الله الخيرات، الدخلة ديالها على القدرون هي هاذيك. هاد البلاصة هاذي دايرين فيها الفول الله يبارك، وهاذي دايرين فيها الزرع. نطلب الله سبحانه وتعالى ربي يرحمنا قريبا. جيران وكلها مسيجه، راها مسيجه اخواني الكرام. غنقولوا تقريبا 20 كيلومتر من سيدي على البحراوي، او 18-16 كيلومتر من سيدي على البحراوي لهاد البلاصه هادي. 6 ديال الهكتارات قل 2 ديال الخدامه، 3 ديال البيار محفورون تقليديين ما تبارك الله موجود فيهم نوع التربة رمل شد على طريق معبدة قدرون. إنسان يجي يجلس مع مولاها يناقش الثمن ديالو، الثمن كما كنقول دائما كلام الله الذي لا يناقش، أما كلام البشر نحن الكلام ديالنا كيتناقش مهما كان مستوانا. يجلس مع الإنسان في الطبلة ويناقش الثمن ديالو، والله يسخر ناري تبارك الله، الصباط كيهبط ليا في الرمل الله يبارك، سبر الأرض طب ديال الارض. نتمنى الله سبحانه وتعالى تكون من نصيب شي واحد، والله يسخر ليه ويبارك ليه وتشلط الله. اخواني الكرام نتمنى الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. انا غادي نقول لكم اخواني اخواتي طبتم في رعايه الله وحفظه الى عقر اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.